الحكايات عن العلماء وعن محاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه. ليه أبا حنيفة؟ قال لي إن القصة دي هي أداب القوم وأخلاقهم. رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب. الإنسان يقرأ هذا حلال هذا حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده في صلاح للقلب، لكن الإنسان محتاج إلى تزكية، محتاج إلى الإيمانيات ترتفع بذكر الصالحين عشان الهمة ترتفع. لطائف مع الداعية أحمد المالكي يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.